أصوات تتنوع درجة إيقاعاتها ونغماتها، يعج بها سوق السكر، تعلن عن أسماء المواد والأسعار التي يعرضها باعتها فيه، وكأنها باختلاطها وتمازجها تشكل لوحة جمالية تتناغم فيها الألوان مع تلك الأصوات. سوق السكر وأنا عمري 10 سنوات هون، كان سوق السكر برا يمناك، هنا ما في سوق، كان مع المدة الأخيرة كلها انتقل السوق، كبر هون وهون وهون وهون، ومنيح السوق صار بنعمة والله، الناس عايشة منه ومستورة منه وما فيش غلط، بلاش البضاعة هذا. سوق السكر معلم بارز من معالم عمان القديمة، أخذ اسمه من المادة الأساسية التي كانت تباع فيه قديما، وهي مادة السكر، حيث كان قديما يتخصص ببيع المواد التموينية فقط، إلى أن دخلت إليه مؤخرا الخضار والفواكه إلى جانب جميع المواد التموينية. أنا جاي أشتري بطاطا وجاي أشتري خضرة للبيت، لأنه هذا السوق رخيص واحسن من سوق كل البلد. كل أسبوع باجي بتسوق، بشتري خيار وبندورة وأغراض للدار، لأنه السوق كويس والأسعار منيحة، سوق السكر معروف، بضاعة كويسة ونظيفة. سوق السكر في قلب مدينة عمان، سوق يمتاز بأزقته المتعددة وتصاميم دكاكينه ومحلاته، الأمر الذي يضفي عليه لمسة تراثية جمالية، إلى جانب الحالة الروحانية التي يحسها من يدخل إليه ويتجول في أزقته الضيقة. لبرنامج دنيا يا دنيا، ميس سيلاوي.